الحمد لله ونشكروه على هاد اللي فرج علينا سيدي ربي وفتح لنا هاد البيوت ديالو بفضل الله تعالى بعد هاد السياسه الحكيمه ديال الحجر الصحي. نتمنوا على الله تعالى ان المواطنين يلتزموا قواعد السلامه من بين التباعد ووضع الكمامات وطبيعه الحال النظافه الذاتيه. ان شاء الله تعالى الاحساس طبعا لا يوصف، لان بيوت مع الرحمه معها ان شاء الله تعالى ذكر الله مع الاستغفار. الحمد لله اليوم فرحنا بزاف حيت المسجد شحال هذه ما تحل، هذه تقريبا 4 شهور، واليوم الحمد لله فرحنا بزاف والناس كاع فرحانين والنظام غادي كما هو، الناس جايين بالكمامات وكاين المعقم في الجامع وداك الشيء الحمد لله كما قالوا السلطات المحليه، والحمد لله راه فرحنا بزاف اللهم لك الحمد. حمد الله وشكرنا اليوم ملي رجعنا دخلنا للمساجد وصلينا اليوم الفريضه اللهم لك الحمد. نهار كبير هذا ملي بعدا تحلوا هذه المساجد الحمد لله ورجعنا نقوم بالثروات ديالنا والفرائض ديالنا الحمد لله، وهذا فضل كبير الحمد لله، وكل شيء داز بخير وعلى خير. دوزنا جبنا التصليه ديالنا في مكه ديالنا المسائل وجبنا المهم ديالنا وسائل التعقيم، كل شيء داز بخير وعلى خير الحمد لله هو هذاك، والله يتقبل من الجميع ونتمنى الله سبحانه وتعالى يدفع علينا هذا الوباء وترجع المساجد كلها، ماشي غير واحد في كل بلاصه، تكون المساجد في انحاء المغرب وفي كل بلاصه ان شاء الله، والله يتقبل من الجميع والحمد لله على كل حال. ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه لمجاريها، وإن الحمد لله خصنا نصبروا شويه ونكونوا عند حسن الظن، وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذه النعمه هذه ديال فتح المساجد في هذا اليوم السعيد، لانه نتاسف هنا في مسجد ابو بكر الصديق باكادير، انه انا مثلا جيت مع مرتي ولقينا المسجد ديال النساء سد رغم صغاره ما موجودين ليه حتى حاجه، بذريعه انه المسؤولين هنا تيقولوا بان راه المعقمات مازال ما كاينين لحد قولي واحد المسؤول هنا، ولكن هذه مبررات واهيه انه البلاغ تصدر اكثر من 15 يوم تقريبا وما قدروش يعقموا حتى مسجد اللي هو صغير، وكاينين هنا بعض العيالات يعني مواظبات على اداء الصلاه في وقتها، ونتمنوا يستدركوا هذا في عما قريب. هذا هو اللي كنطلبوا، ما هذا الشيء لا اله الا الله محمد رسول الله يا ربي شافي الجميع، ونطلب الله ما هذا الشيء اللي كنشوفه لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن الحمد لله كل حال الحمد لله. يا ربي تفرج الغمه على الامه، اللهم فرج الغمه على الامه، اللهم فرج الغمه على الامه يا رحمن الرحيم يا رب العالمين.